بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد اليوم أنني كنت واجد بجامعة ديال السويلة في إطار لقاء تنظيمي يخص التنظيمات اللي تيباشرها حزب التجمع الوطني الأحرار. واليوم كان عندنا لقاء شبابي، لقاء متميز. اليوم كنقدم الشكر كعضو المجلس الوطني وكبرلماني ديال الدائره للسي عبد الفتاح سعيدو اللي كيستضفنا في المنزل ديالو، واللي تيبذل مجهود كبير كمناضل فد، كمناضل يعني مخلص لهذا الحزب. وانا اليوم كنتشرفت بلقاء واحد المجموعه ديال الاطر الشابه، واحد المجموعه ديال الاطر اللي مفعمه بالعطاء، مفعمه بالافكار، مفعمه يعني بالاراده، على اساس انها تحمل مشروع مجتمعي، مشروع شبابي في هذه الجماعه اللي فعلا كنعتز وكنفتخر انني من احد ابنائها. وفي الحقيقه انا اليوم كنت جالس مع نخبه من نخب ديال الابناء ديال هذه المنطقه، واللي انا تنقول اليوم ان هذه المنطقه ديال السويله لا خوف عليها في المستقبل. شباب واعي مثقف ينصت يتساءل، ومن حقه انه يعرف واحد هذا. وكنت بصدد الاجابه على واحد مجموعه ديال التساؤلات، فكنت جد سعيد على اساس ان هذا الشيء ما كانش في الوقت اللي كنت فيها انا شاب قدهم هنا في هذه المنطقه. هذه اليوم وسائل الاتصال متوفره، الامكانيات متوفره، الفضاءات متوفره، الحزب مستعد انه يقوم بواحد المجموعه ديال الامكانيات ويتحمل واحد المجموعه ديال الامكانيات من اجل النهوض بالشباب ديالو على جميع الاصعده. فمشكورين الاخوان ديال السويله اللي قاموا بهذا العرس التنظيمي من اجل انتخاب او وضع اللبنه الاولى للشبيبه التجمعيه في العالم القروي، واللي كانت انطلاقه من منطقه ديال السويله، واللي عرفت انه انتخبوا الاخوان او انتدبوا الاخ السي مهدي بوشتي على راس الشبيبه، واللي غادي يكون معنا معاه لقاءات وتواصل باش يبقاو هاد الشباب يعني نكونهم، نتصلوا بهم، نعطيهم الامكانيات اللي هي كتساعدهم في مسارهم المهني والسياسي. انا دائما كنت نقول لهم، وكما قلت قبيله في الكلمه ديالي، الاختيارات متعدده، ويختاروا الاجمل، ويختاروا الاصدق، ويختاروا الاهم، ويختاروا الاحسن. فداك الشيء باش انا كنت حريص جدا في الكلمه ديالي، على اساس انني ما نختازلهمش في حزب معين، رغم انني انتمي لحزب التجمع الوطني الاحرار، فما بغيتش نكون ديكتاتوري. رئيس المهدي بوشتي، الرئيس المنتخب للشبيبه التجمعيه بمنطقه السويله. اليوم تم انتخابي كرئيس الشبيبه باش نقود واحد المجموعه من الشباب. كيلاحظوا اليوم تبارك الله كان حضور قوي تاع الشباب والشابات بمختلف الاعمار، وان شاء الله الله يقوينا المسؤوليه اللي تعطتنا، ونديوها ان شاء الله بصدق وامانه، ونشرفوا منطقه السويله، وكذلك نشرفوا حزب التجمع الوطني الاحرار بالسويله، ونكونوا مع الشباب ونديروا يد في يد مع حزب التجمع الوطني الاحرار باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. وبالنسبه للشباب هو المستقبل، وهادشي اللي لاحظنا اليوم تبارك الله بحضور الشباب، وكذلك الاسئله ديالهم في مجموعه من المجالات. هنا تيبين لنا بان الشباب تبارك الله بمنطقه السويله واعي بواحد الدرجه كبيره بزاف، وان شاء الله بزاف يكونوا لقاءات اخرين. ومع المنبر تنبغي نشكر السي عبد الواحد الشفيقي واعضاء المجلس الشبيبه التجمعيه بجهه مراكش في على الثقه اللي داروا فينا حنايا باش نمثلوهم هنايا بالمنطقه السويله. وكذلك كنشكر السي عبد الواحد السي عبد الفتاح سعيدو على جميع حسن الاستقبال ديالو، وكذلك استضافة. وكنشكركم، ان شاء الله يكون الخير باذن الله.